بما انه كل شيء اونلاين عم بيسيطر شوي شوي على كل شيء اوف لاين، يبدو حتى المصاري رح نبطل نشوفها. على كل الاحوال عم نبطل نشوفها، رح نترحم على ايام الكريدت كارد، كمان رح نترحم. البيتكوين او العمله الرقميه او العمله الالكترونيه اللي شاغل العالم هي موضوع الفقره التاليه مع الاستاذ الجامعي والمتخصص بالعملات التشفيريه الاستاذ ستيفان ابيشاكر. اهلا وسهلا فيك ستيفان، شكرا لحضورك. اذا بعد ما بتعرفوا شو هي البيتكوين، هيدي خمس قصص ضروري تعرفوها قبل ما تكفوا معنا بهالفقره. بنشوف توب فايف البيتكوين. احتلت عناوين الصحافة العالمية ووحدت ضدها البنوك المركزية حول العالم. Digital currency. The digital currency called Bitcoin. Bitcoin is taken over the virtual currency. إنها البيتكوين، العملة الإلكترونية التي تشغل محبي المغامرات المالية وتجعل الباحثين عن ملامح المستقبل يفتحون أعينهم. ولدت سنة 2008 وهذه التوب 5 أهم ما يجب أن تعرفوه عن البيتكوين. البيتكوين اسم فني، أما الاسم التقني فهو العملة التشفيرية. يتم التداول بالبيتكوين عبر الإنترنت فقط من دون وجود مادي لها، وهذه الصور ليست إلا صوراً رمزية لحاجة الناس إلى صورة. البيتكوين ليست العملة الإلكترونية الوحيدة، وإنما هي الأولى والأكثر تداولاً والأشهر بين عشرات العملات المشابهة. مخترع البيتكوين مجهول الهوية، أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو. يقول ساتوشي ناكاموتو، الذي قد يكون شخصاً واحداً أو مجموعة أشخاص، إن الهدف من البيتكوين هو تغيير الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي غيرت فيها الإنترنت العالم. تختلف البيتكوين عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. يتم إنشاء البيتكوين كنتيجة لعملية إلكترونية معقدة ينتج عنها رقم تسلسلي يحدد كمية البيتكوين في حساب معين، ويمكن استبدال هذا المبلغ بعملات حقيقية أو بمنتجات أو خدمات أخرى. التحويل عبر البيتكوين يتم عبر بورصات افتراضية ولا يتطلب سوى معرفة رقم محفظة الشخص المحول إليه، فيتم تخزين عمليات التحويل برقم تسلسلي خاص لا يتضمن اسم المرسل أو المتلقي أو أي بيانات أخرى خاصة بهما. قيمة البيتكوين لا يمكن التنبؤ بها، فقد وصلت إلى نحو 20,000 دولار قبل أن تنخفض إلى 8,000 دولار من دون أي تفسير علمي أو اقتصادي. ومن يعتقد بأنه يمكن أن يستفيق مليوناراً بالبيتكوين بين ليلة وضحاها حالم بلا شك. أول شيء والسؤال البديهي يمكن الأهم بالنسبة للناس اللي ما بدهم يفوتوا بكل هالتفاصيل التقنية، هل في بلبنان نعرف ناس صار معهم كتير مصاري بسبب لعب بالبيتكوين؟ يمكن مش بسبب اللعب بالبيتكوين، بس بسبب يمكن استثمار ببيتكوين على فترة معينة. نعم. إيه الجواب هو بكل وضوح نعم، في ناس يعني إذا بدك استثمرت بالبيتكوين قبل ما يكون معروف. عم نحكي عن 2010 2011 2012 قبل ما يكون في هالقصص الكبيره. نعم. ل... هو قديه كان يعني وقتها 2012؟ يعني 2012 كان تحت ال100 دولار. نعم. حسوب يعني في ناس انت بتعرف حدا هيك يعني؟ ايه معروفين يعني، في بعض الاسامي. مين مثلا؟ اذا معروفين يعني لنعرفهم. لا معروفين بالنسبه لجروبس اونلاين ليتس سي يلي. نعم. هن ناس بيحبوا هالدومين وبيحكوا مع بعضهم بهالشيء. ومنعرف قديه يعني اكبر ربح تحقق بالبيتكوين بلبنان؟ يعني بهالكوميونيتيز اونلاين انه بتعرف هو لفلان لفلاني عمل لنقول يعني مليون دولار. في يعني الواضح انه في ناس بعشرات ملايين الدولارات قدرت تكون ويلث معين يعني غنى معين من وراء الاستثمار بالبيتكوين. في عندكم رقم يعني قد ايه؟ يعني بروبلي اكثر من 100 مليون دولار هالقد بلبنان. نعم. نعم. من وراء استثمار تحت ال 5000 خلينا نقول. بلش 5000 بال 2000 وبال 2010. نعم. ونطر يعني هذا حد ال 5000 ونساهم. صحيح.
هلا أكترية المعجبين بالبيتكوين واللي بيكتشفوا هالتكنولوجيا وبيفهموا شوي منها إجمالا بيحتفظوا بالبيتكوين ما بيبيعوا. نعم. رافضين يبيعوا. يعني اليوم بأمريكا في يعني مثل هذا حدا عم بجمد مصاري عم بيحط عم بيزتهم. تماما زافين لقلك ليش؟ لأنه هي رح تاخد محلها مش اليوم مش بال 2010 مش بال 2018 للأرجح رح تاخد محلها بين 2025 و2030. نعم. انا استعملت كلمة تلعب، انت صلحت لي قلت تستثمر. قد ايه في خطورة انه البيتكوين تصير شيء مثل القمار او شيء البورصة العالم انه تفكر لانه الدعايات من هالنوع انه هيدا صار مليونير وهيدا عامل 20 مليون. معك حق تماما وهيدا الشيء عم بيصير وفي كتير ناس دخلت على البيتكوين للأسف على مستويات عالية جدا لأنها سمعت بهالشي وتحمست على ربح سريع. على ربح سريع انه خلال 24 ساعة رح يعملوا. صحيح. هي مش هيدا، هي استثمار بعيد المدى جدا، لأنه هي إذا بدك تغيير لمفهوم القيمة، قيمة العملة، تغيير لمفهومها، تغيير لتركيب العملة، وهذا شيء بده وقت للناس تقبله تفهمه وتقدر يعني تتعامل فيها. نعم. بسهولة. أول شيء خليني أقول لك أنه أنت اليوم مش ظاهر من هون لنفهم. إن شاء الله أفهم معك. طالما أنا ما فهمت وطلعت هيك بالدرجة شفته ما فهم قاعدين. خلينا نجرب نبسط الأمور. نعم. أكثر شيء فيك تبسطها. إي نجرب لأنه منا هين القصة. خلينا نقول أول شيء نحكي عن شبكة كمبيوترات بير تو بير سيستم. يعني كيف سكايب بأول أيامه ولا في اليوم ويب سايتات تعمل exchange of files عليها peer to peer، يعني ناس حاطة الكمبيوتر تبعها بنتورك، فإذا ما في central server، ما في شركة مركزية، ما في شيء مركزي، كله نتورك موزع. هاي أول شغلة بدنا نعرفها. البيتكوين راكب هيك، مين ما كان اليوم بيقدر ينزل البيتكوين software تبعه على الكمبيوتر بدأ تقريبا يمكن 3-4 ساعات لتنزل. في داتا بيس من وراها صارت كبيرة، اليوم صارت شي 200 جيجا بايتس. يعني إذا بدنا نبسط الأمور، في سوفتوير بتنزله على الكمبيوتر بتصير تشترك بالنتورك، هذا هو تبع اللي الفين البيتكوين اللي هي بورصة، نوع من البورصة أو نوع من معمل بيعمل بيتكوين. لا، يلي هو نوع من البروجرام، وهذا البروجرام محطوط له كود معين، وكل العالم اللي بتنزل السوفت وير عم تقبل بهالكود. والحيلا مثلا حيلا لابتوب فيك تنزل هالسوفت وير؟ نعم حيلا لابتوب، بس اليوم صار لدرجة منتشر البيتكوين بالعالم كله، وصار لدرجة في عالم بدها تعدن بيتكوين انه ما بقى يمشي اللابتوب، صار بدك كمبيوتر أو متخصص. نعم. يعني طب انت يعني بس تقول بيتكوين مش عم تعني، يعني انا بس اقول بيتكوين مش لازم اتخيل ورقة دولار مثلا او ورقة او معدن مثل ما بنشوف. كثير حلو سؤالك، بس خليني انا اسألك سؤال صغير. وقت اللي بيكون معك بجيبتك 100 دولار شو هي قيمة ال 100 دولار؟ وين موجودة؟ اول شيء ما بجي لهون. 10 دولار. نعمل حلقة. وين موجودة قيمة ال 10 دولار؟ بجيبتي. اوكي. وبعقلي. هيدي الورقة حقها 15 سنت. طباعة مع الأرقام المانجمنت تبعها الكلفة. نعم. كلفتها 15 سنت. ليه قيمتها 10 دولار أو 100 دولار؟ لأنه العالم بتقبل تعتبر أنه هيدي هي قيمتها. العالم بذهنها بعدها بتفتكر أنه في مثلا ذهب وراء الدولار، تفتكر مثلا أنه في ذهب وأسهم وإلى آخره وراء اليورو. طب مين اتفق انه البيتكوين يكون مثلا اليوم سعره قد ايه؟ 10,000 اليوم. نعم صح. مين اتفق انه يكون سعره 10,000؟ اذا الدولار اتفقنا انه حقه دولار لانه في مصرف مركزي ونظام مركزي وسيستم ماشي، البيتكوين مين اتفق انه هي 10,000؟ العرض والطلب، يعني هي صار لها 9 سنين البيتكوين. مثل ما سالتني قبل شوي بال 2012 كان تحت ال 100 دولار، بال 2010 اول عمليه بيع وشراء بيتكوين تمت من باب المزح بين كودرز عم بيقولوا لبعضهم مين بيشتري لي بيتزا، واحد قال له بعطيك 10,000 بيتكوين بتعطيني بيتزا. الكودر اللي طلب البيتزا موجود بأمريكا، واللي جاوبه كان موجود ببريطانيا، بعت له ترانسفير 10,000 بيتكوين، عفوا تلقى 10,000 بيتكوين وعمل له ديليفري بيتزا. يعني عم بتقول تقريبا 10 دولار 10,000 بيتكوين، سو 1000 بيتكوين بيوزو دولار أمريكاني. يوم صارت مقلوبة، صارت بيتكوين بيوزي 10,000 دولار، معناتها عملنا 10 مليون بس مرة. هي البيتكوين عمليا شو؟ هي رمز إلكتروني
موجود على داتابيس، وهالداتابيس هي ذاتها كوبي بيست على كل النتورك تبع البيتكوين. إذا بتغير شيفرة واحدة هون بده كل النتورك يقبل يغير الشيفرة ليعترفوا لك فيها. يعني وانت شو بيكون هدفك بس تغير؟ ليه بتغير بس تغير؟ التغيير هو مثلا ترانزاكشنز، يعني وقت الحدا بيبعت ولا بيتلقى بيتكوينز، هيدا تغيير. وانا انت لما تحكي عن البيت، يعني لما يقولوا 8000 صارت، يعني البيتكوين الوحدة صارت 8000؟ صحيح. بس من القصص اللي مثلا قرأتها وما فهمتها فسر لي اياها. وعن ويكيبيديا يعني. نعم. هذه لازم تكون البيسك بس مأكدة انه مزبوطة. كما يستخرج الذهب او كما استخراج الذهب يتطلب معدات معينة، كمان شراء البيتكوين بيتطلب برامج متخصصة بتقوم بفك الشفرات والعمليات الحسابية المعقدة. هالبرامج مثل ما قلت مجانية على الانترنت، ولكن اجهزتنا مهما كانت قوتها لن تستحمل ضغط الكهربائي الهائل اللي ممكن ينصرف لتعمل العملية. وبالتالي حتى انه ممكن يعني تنضرب اللابتوب او الكمبيوتر اللي انت عليه، وممكن قوة الكهرباء ما تقدر يعني تتحملها او يعني تنكسر مثلا معمل الذوق يهر مثل ما عم نفهم. وحتى يعني اذا انت عندك مبلغ ما بيستي، يعني المصروف اللي ممكن تحطه على الكهرباء ممكن يكون اكثر بكثير من المصاري اللي ممكن تعملها من البيتكوين. اذا عملت هاي الكهرباء والبيتكوين وهالسوفت وير، هلا في 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 عده اشياء بدي اقول لك اياهم. بس بلش تفضل. مثل ما بتعرف ويكيبيديا اوبن انسايكلوبيديا، مين ما كان بيقدر يكتب فيها. طيب اذا بس انا جبت يعني ليه اعتمدت الكهرباء، ليه اعتمدت الويكيبيديا؟ لانه اكثر شيء الناس بتقرا الويكيبيديا. معك حق. وبعدين بيقولوا انه اضبط من انسايكلوبيديا بريتانيكا whatever. اذا بدنا نرجع على هذا موضوع الكهرباء اللي هو كثير مهم، لانه بيستعملوه ككريتيك للعملات التشفيريه. نعم. هو بالحقيقه يعني you're going from electricity to value، يعني انت عم بتحول الطاقه الكهربائيه يلي عم تصرفها كماينر كمعدن للعمله، لانه عم تستعمل الكمبيوتر. بس انا شو الكهرباء اللي عم يصرف كهرباء الكمبيوتر؟ لانه عم يعمل حسابات without interruption لفتره 10 دقائق ليعمل competition مع كل الماينرز الباقيين ليحلوا بروبلم ماتيماتيك ما بينحل الا بكل النتورك تبع بيتكوين عم بيشتغل ليقدر يكسر. بس عمليا شو عم بفوت زياده على اللابتوب تبعي اذا انا عم بعمل هاي العمليه؟ ما عم بفوت شيء زياده عندك، عم بيعمل اللابتوب كالكوليشنز، سو عم بيصرف كهرباء بكل بساطه. اوقات تسمع الفنتيلاتور عم بيشتغل بالكمبيوتر وقت بيكون عم بيحمى، هاي استعمال كهرباء، يعني عم بيعمل كالكوليشنز بكل بساطه. وهالاستعمال الكهرباء عم بيخول الماينر يقدر يحل هالمعادلة الماتيماتيكية. نعم. بالرياضيات لما بمجرد ما يحلها بيربح بيتكوينز، السوفت وير بيوزع له اياهم. نعم. كيف اكس نيلو من 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 نو وير. نعم. بس الناس بتفتكر وبتقول انه يعني ما في وراها شيء، ما في وراها بنك مركزي، ما في وراها، لا. البيتكوين هو يحول، كيف كنا ندرس بصف التروازيام لافوازيه، rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme، كله بيتحول. نعم. عم بتحول الطاقة الكهربائية الى قيمة. هيدي القيمة وين الفرق بينها؟ عم بتحول الطاقة الكهربائية، عم تعمل توافق بين كل هالمجموعة على قيمة. التوافق بده 2 seconds. نعم. انك تحل المعادلة الماتيماتيكية بدها 10 دقايق لنتورك بيسوى 30 مليار دولار اليوم. طيب شو الفرق بين النتورك الكلاود او حيلا شيء والهالنتورك؟ الكلاود مثلا عندك امازون كلاود، عندك ابل كلاود، عندك جوجل كلاود، كله سنترلايزد، يعني في شركة ورا، في اسم ورا، في قرار موحد ورا. بيتكوين في حدا في طفي ويدور. اكزاكتلي. بيتكوين ما في ولا شركة ولا حدا بيقرر فيه، ولا كمبيوتر مركزي بيتحكم بالبروجرام. طب هيدا ممكن يضرب او يغير كل الاقتصاد العالمي والنظام المصرفي وكيف بنفكر تجاه المصاري. هلا في رئيس البنك بي اي اس، بنك فور انترناشونال سيتلمنت، من جمعه طلع تصريح بيقول بيتكوين از سكام اند ات از ا ثريت تو سنترال بانكس، يعني بنفس الوقت عم بيقول لك بيتكوين هو احتيال وهو بيمثل تهديد الى البنوك المركزية. طيب في تناقض جوهري هون يعني موضوعيا، كيف ممكن يكون احتيال ويمثل تهديد؟ هو بالحقيقة
هو بيكون محتال عم بيمثل تهديد. ما بيقدر يهدد بنوك مركزية في يعني عم تحكي 20,000 مليار دولار. طب أنت لما تشتري عمليا شو عم بتحط؟ يعني أنا لما اشتريت ب100 دولار بيتكوين عطيتهم لحدا بيملك بيتكوين. عطيتهم لحدا بيملك بيتكوين. هال100 دولار وين حطيتها؟ عطيتهم لحدا بيملك بيتكوين وهو عطيتهم. مين هالحدا؟ يلي هو participant بالنتورك وعنده mining material وطلع أعدن هالبيتكوينز. وهال100 دولار أنا من وين شلتها؟ من الكريدت كارد تبعي؟ تقدر تشتري بكريدت كارد، تقدر تشتري أونلاين، وراحت من الكريدت كارد فعلا. تشتري كاش عفوا، سوري. أوكي، خلينا نفهمها. أنا قاعد عندي 100 دولار على الكريدت كارد تبعي، حطيته واشتريت فيه بيتكوين ب100 دولار بال2010. نعم. هيدي ال100 دولار لوين راحت؟ اوكي للي بيعك. ايه مين هو؟ في ناس بتبيع وهي اللي عنده لوين؟ لا مش ما بعرف، هن الماينرز. نعم. يعني طب هو الماينر يعني فاتت على حسابه المصرفي ال100 دولار؟ ايه اكيد. يعني الربح اللي عم تعمله من البيتكوين هو بالنظام المصرفي القائم، يعني تحسين القيمه تبع البيتكوين. نعم، عم بيقطع عبر النظام المصرفي وقت انت بدك تبيع البيتكوين. اذا اليوم طفينا النظام المصرفي بيبقى في شيء اسمه بيتكوين؟ هذا سؤال كثير حلو. في بنوك مصرفية اوقات بيقولوا لي بتصدق في بنوك مصرفية عم بتفكر بهالشيء، وفي بنوك لا اذا طفينا يعني لو ما في هيدا ال100 دولار لو ما في هيدا ال100 دولار بتعوز انت تتعاطى بالبيتكوين اونلي، يعني بلا يورو دولار. نعم. فاذا تقدر تشتري اشياء بالبيتكوين. هيدي الشغلة اليوم انكدوتال، يعني بعدها على مستوى. نعم. واليوم اللي بيشتروا فيهم يشتروا بالبيتكوين قد ايه عددهم نعتقد حول العالم؟ يعني هالكوميونيتي اللي بلشت، لانه فوربس هلا بلشوا عم بيقولوا مين مليونير بالبيتكوين. نعم، هلا المليونيري في مليونيريه، بس عدد الناس اللي عندهم بيتكوين يعني يعتبر فوق المليون شخص. مليون بلبنان شو بنعرف؟ الكوميونيتي اللي بعرفها، وانا بتعرف رندا رفاعي من وراها انا يعني شي تولد مي اباوت ات. نحن جروب عندنا على واتساب وفي اكثر من جروب، اذا بدي اقول لك عدد تقريبا بالميات الاشخاص. نعم. بهمهم الموضوع، بيستثمروا فيه، عم بيعملوا ريسيرش عنه، بيحكوا عنه الى اخره، بيعدنوا يعني دي ماين، بس انا فيري سمول سكيل بلبنان لانه الكهرباء قيمتها مثل ما بتعرف كلفتها مثل ما بتعرف. يعني قد ايه بتفرق معك فاتوره الكهرباء؟ يعني حسب الاستعمال. بس يعني اعطينا بس لنفهم يعني الحجم. يعني يعني انا لنقول اذا بتطلع فاتوره الكهرباء عندي 100 دولار بالشهر، اذا بدي اعمل حط براسي انه بدي اصير مليونير على بالبيتكوين، قد ايه ممكن تطلع؟ حسب استعمالك، اذا عندك سيرفرات كثيره وعديده ممكن تدوبل وتربل واكثر من هيك اكيد. هن يعني حسب حجم المكنات اللي عم تستعملها في اليوم بالعالم. بس تقول حجم المكنات يعني مثل. بس تقول حجم المكنات عن شو عم نحكي؟ عن سبيشلايزد ماينرز S9 والى اخره. يعني في مكانات مختصه. اعطيني حجم. نو ماشي هيك بتطلع تقريبا، وعرضها هيك بس بحطون راكس يعني حد بعضهم وفوق بعضهم، وبدها طاقه لتبريدهم لانه بيحموا، لانه عم بيعملوا الكالكوليشنز كل الوقت. فاليوم اذا بتسالني وين بالعالم اكثر شيء في مايننج، ببلاد مسقعه فيها سقعه كثير مثل ايسلندا مثل بيلاروسيا. طب هي بدها هالقد بتحرز؟ يعني ما في نظام مصرفي وماشي حاله وفي مصاري ومن دون يعني ما تصرف كهرباء فيك هلا اليوم. يعني شو البديل عن شو؟ يعني هي بتحسن شو بالنظام المصرفي القائم؟ رح اقول لك شو. في مبدا اساسي، العمله يعني مفروض يكون هالشيء اللي عم تستعمله كعمله كنقد مفروض يكون سكارسي رير، مفروض يكون مش موجود كثير منه. هيدا مبدا اساسي. اليوم البنوك المركزيه من وقت كريزه 2007-2008 شفنا انه صار في عمليه اذا بدك طبع للمصاري، يعني خلق مصاري اوت اوف ثين اير بدوا دو سينيورياج بسموه، حق طبع العمله. اوكي طيب، الناس يعني شافت هالشيء هيدا ومش منا ستروبيا او منا هازارد انه البيبر تبع ساتوشي ناكاموتو يلي حكيوا عنه بالريبورتاج طلع باخر 2008 وبيت بلش يعني على الكريزه وقت اللي صارت الكريزه طلع هيدا البيبر. البيتكوين ما بيخلق سينيورياج رايت، ما في حدا بيجي بيقول لك رح اخلق مليون بيتكوين هلا، ما حدا بيقدر يعملها، مجبور انت تستعمل. بس هي شو بتحسن بالنظام يعني بالنظام المصرفي بالمصاري؟ شوف رح اسالك سؤال، انت برايك شو بياخذ عمليه تبعت 150 مليون دولار من لبنان على فنزويلا اليوم؟
بتاخذ تقريبا 10 ايام بتكلفك تقريبا خلينا نقول نص بالمية ولا ببعت قرش اللي هون بيبعوا انا عم بقول لا لا بس عن جد لا لا عمليا مثلا اكستريم انه فنزويلا واوضاع صعبة ومن لبنان بس اليوم بالبيتكوين قيمة 150 مليون دولار فيك تبعتها بتاخذ معك سنتين لتوصل عند الشخص اللي بدهم يتلقاهم وال يعني تاكيد العمليه بس الشخص اللي بده انت بس تبعت 150 مليون دولار على فنزويلا بدهم يوصلوا لمحل وبده يستعملهم صح اذا بعت له 150 مليون دولار بالبيتكوين بفنزويلا شو في يعمل فيهم؟ بيحولهم دولار اذا بده يستعملهم ليشتري أوكي. او بيقدر يعطي بيتكوين تياخذ سلعه يعني عم بتبلش هيدي الشغله يعني البيتكوين لن تتحول الى شيء له معنى الا اذا صار فيك تشتري على كميات كبير يعني على نطاق واسع يعني يصير في تجارة ممكن تمشي بالبيتكوين ايه ولا لانه العملة فيها ثلاث اشياء فيها reserve of value يعني لازم تكون قيمة لازم تكون لها قيمة لازم تكون مستعملة بالمبيع والشراء ولازم ينعمل حسابات فيها هاي ثلاث اشياء اليوم البيتكوين كقيمة يعني قيمة في قيمة بس 10,000 دولار بس الباقيين بعد مش نعم بس هي يعني كمان هي عم بتصلح شو يعني عم تقول قيمة بس عم انا مش فارق يعني مش فارق معنا اذا في قد في مصاري المهم يكون واحد هو عنده مصاري بس هي عم بتصلح شو بالنظام المصرفي او النقدي ابيوز يعني اذا بدك استغلال استغلال هالقوة استغلال المصارف المركزية والمصارف بقدرتهم على خلق عملة out of thin air مش كل المصارف اكيد ومش كل المصارف المركزية بس هيدا مبدأ جوهري اليوم العالم بعده بذهنه ورا العملة في ذهب هيدا شيء غلط كليا مثلا اليورو انت اليوم عم بتقول ورا العملة في ناس في ناس عم تصرف كهرباء في ناس عم تعمل معضلة ماتيماتيكية بروبلم ماتيماتيك عم تجرب تحله فاذا عم تصرف انرجي عم تستعمل كمبيوتراتها يلي بعد سنة شوي بتشبه لعبة يعني انت كأنه عم تعمل كأنك عم تلعب كاندي كراش بيتكوين يعني فيها هيدي الفكرة بهالسهولة هيدا الحلو فيها بهالسهولة وككونسبت صعب بس كتعامل معه أهين لأنه عندك كيو آر كود بتكبس هيك بتبعت مصاري بتكبس هيك بتتلقى مصاري within seconds وإذا ما في حدا يشتري هالمصاري ما عندك شيء مش هيك على المدى الطويل لأنه هيدي القيمة ما حدا بيتحكم فيها ومبنية على الماتيماتيك والكمبيوتر ساينس هيدا البروميس تبعها شوف رح جاوبك بطريقة تانية في 1700 عملة تشفيرية أوكي 30% من قيمة كل العملات التشفيرية حتى 35% اليوم مثل ما قالوا لي بجروب البي بي بي 35% من قيمة كل العملات التشفيرية بيتكوين لوحده ليش؟ لأنه كمان بدنا نعرف شغلة الكود تبعه open source مين ما كان بيقدر يعدل فيه هيدا الشيء شو بيعني؟ بيعني من كل العملات التشفيرية المتبقية وقت في فيتشر أو ادفانتج عم بيطلع فيها بيعملوا له كوبي بيست بيحطوا له بكود البيتكوين كيف تتخيل العالم بعد 5 سنين بالبيتكوين؟ شوف اذا منا بيتكوين معقول يكون غير عمله تشفيريه عم نحكي حالة يعني يعني فيها يكون اسمه رح جاوبك بجملتين بتطلع بولادي بشوفهم على الايباد هيدي الجينيريشن انت بتشوفها بدها تفوت مثلا على بنك وتعبي اوراق وتقعد جمعه تروح وتجي وكي واي سي واي ام ال هيدا صار شيء ورانا كيف اوبر والتاكسيات كيف اير بي ان بي والاوتيلات بيتكوين والعملات الوطنيه هيدا التشالنج مشان هيك اليوم المصارف المركزيه عم تجرب تستوحي من البيتكوين لتطلع ديجيتال كرنسي هيدا جوابها هلا ما في الا المانيا المصرف المركزي الالماني معترف بالبيتكوين وعم يتعامل معه في اكثر من في باليابان مثلا نعم. معترفين بالبيتكوين نعم. كمينز اوف اكستشينج يعني طريقه بس هي الفكرة الأكبر بعتقد اللي عم بتصير إنه أنت عادة لتطلع مصاري بدك تشتغل بدك تتعب بدك تشقى بدك تعطي جهد بدك تعمر بدك تستعمل زندك هون شو عم تعمل لتطلع حسب مصاري؟ حسب تتسلى معك حق إذا عم تشتري وتبيع على أمد قصير جدا كازينو أحسن لأنه الكازينو على القليلة بتشوف عالم وفي جو let's say إيه لأنه بيصير مثل الميسر يعني إذا عم نحكي على الأمد الطويل وشو في وراء البيتكوين وين نوصل بها التكنولوجيا ابدا ما انه ميسر هيدا صار اذا بدك bet on the long term يعني for the value of it so ومن دون ما يكون عندك الدولارات ما راح يكون عندك البيتكوينات شوف رح يعني بدك تطلع الدولارات رح اعطيك مثل صغير لانه اذا انت حطيت 500 دولار رح تربح رح اعطيك مثل صغير حطيت
$50,000 رح تربح شيء. ايه معك حق، بس خليني اقول لك شغله صغيره. بامريكا وقت اول ما طلعوا السيارات كانت عم تمشي على طرقات تراب رمل تقطع عليها الاحصنه، وكانوا يوقفوا السيارات السوفومار بسمون لانه اكتريت التعامل لا تنقل بالاحصنه مش بالسيارات. فاضطرت السيارات تنطر اكثر من 30 40 سنه لتفرجي قد ايه ادفانتجز بالنسبه للحصان. عرفت شو؟ واول ما بينوا السيارات كانوا يعتبروها انه بس شو هي البدعه. بس كارد مش يعني مش كانه بيتكوين، بس بفرق انه هيدا مربوط بدولار، هيدا مربوط بشيء. ما اذا بدك اثنيناتهم الكترونيه، لانه اثنيناتهم مصاري ما عم بتشوفها، اثنيناتهم الكترونيه. بس لليوم الكريدت كارد وراها عمله وطنيه. العملات الوطنيه مثل ما كنا عم نحكي عن قصه البنوك المركزيه، اليوم اكثريه البنوك المركزيه برجع بقول لك عم بيجربوا يطلعوا دير ديجيتال كرنسي او دير كريبتو كرنسي العمله التشفيريه. لانه عارفين حالهم انه في ادفانتجز بهالتكنولوجيا وبدهم يكونوا على اذا بدك نفس المستوى، هذا عم بيصير باكثر من بلد. لانه انا عم فكر هلا انت عم تحكي انه الكريدت كارد مربوط بعمله، بس انت ما عم بتشوف المصاري، وهالكريدت كارد كمان عم يعطيك يعني عم بيطلع لك مصاري من بين جوائز تيكت بوينتس طيارات. يعني عرفت عم يخلق مصاري انت مش انت عاملها. يعني معك حق يعني. فهي هيدي يعني هيدي فيها يعني البيتكوين هي الخطوه اللي قدام لفكره الكريدت كارد، انت عم تصرف مصاري من دون ما تشوفهم فيزيكلي. تماما، وبتخول يعني شراء ومبيع بسهوله تامه بلا ما حدا يكون عم بيتحكم بهالسيستم. هيدي مساله جوهريه كمان يعني. فيها تسمح لتبييض اموال او مخدرات. بس اذا بتسمح لي اقول شغله صغيره، الناس بتعتبر انه بيتكوين منه ريجوليتد، يعني ما حدا اذا بدك سيطر، ما في قوه يعني نظام. اكزاكتلي exactly. ما في نظام او ما في كنترول عليه الى اخره. هذا شيء، هيدي البرسبشن غلط كليا، لانه كل نظامه وكل ريجوليشن تبعه بالكود تبعه، انت ما فيك تطلع من هالكود، ما فيك تعدله الا اذا بدك تعمل فيرجن ثاني للبيتكوين، او اذا 95% من البارتيسيبنت بيقبلوا يطوروا الكود. طب مين يعني مين اللي اخترعه؟ يعني بنعرف اسمه بس شو بنعرف عنه؟ للارجح عامل تشفيري امريكاني من بين ثلاثه او اربعه، يعني في ثلاثه او اربعه اسامي متداوله يقال انه واحد منهم للارجح. وهو مفهوم كيف وصل لل 20,000 ونزل لل 10,000؟ عرض وطلب. ورح اقول لك شغله، باخر شهر تقريبا او شهرين صار في ميدياتيزيشن كتير قوية. يعني هيدا منه شيء لينير، انت ما فيك تتحكم فيه او تتوقعه بسهولة. اوقات بتعرف مثل البالانس، يعني بتحط وان جرين بتطبش. نفس الشيء صار فيه بشهر او شهرين اكسايتمنت كتير كبير. يعني لو ما عالم باعت ما كان نزل هلا، يعني لما كان 20,000 لو مع عالم كثير باعت ما كان نزل. بالتاكيد. وفي عده عوامل في كمان فيوتشرز وديريفيتيفز فتحت اسواق بامريكا عليه، في يعني عوامل. بعتقد رح نكتفي بهذا القدر. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. ذكرتني بال 96 اول مره لما كنت عم بحكي على الانترنت، حسيت حالي عم اسال ذات الاسئله وبعد 20 سنه يعني صرنا نتمسخر على حالنا. بعد الفاصل، الاعتداء على الزميل الصحافي ربيع الدمج نجل الفنانه أمالي ابي صالح. استراحه ونرجع. بلط سيرة مستمر معكم بعد الإعلان.